أهلا بكم. قال وزير النقل السابق عامر عبد الجبار إن الربط السككي مع إيران جريمة كبرى ستضر بالعراقيين، لأن إيران تنوي إنشاء خط ناقل لبضائعها وممنوعاتها إلى سوريا عبر العراق بسبب ضعف العراق أمنيا وجمركيا. كما حذر خبراء عراقيون من المخاطر الاقتصادية لهذا الربط على الموانئ العراقية، لأنه سينعش موانئ إيران على حساب شلل الموانئ العراقية مثل ميناء الفاو الكبير قيد الإنشاء وميناء أم قصر وغيرها. الربط السككي مع إيران ومخاطره على الاقتصاد العراقي خاصة الموانئ البحرية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ثمة عوائد سياسية واقتصادية من عملية ربط العراق سككيا مع دول الجوار لا سيما إيران؟ ولماذا يعتقد الخبراء أن هذا الربط سيضر كثيرا باقتصاد العراق وسيضرب مشروع ميناء الفاو الكبير ويحرمه من السفن التجارية الآسيوية؟ ولماذا كل هذا الحرص بل الاستقتال الإيراني على ربط العراق سككيا مع موانئها البحرية؟ وهل فعلا أن إيران تريد مد السكك الحديدية لنقل ممنوعاتها العسكرية والأمنية أكثر من حرصها على نقل بضائعها إلى سوريا عبر العراق؟ لأنه أي العراق الأضعف أمنيا وجمركيا. ثم أليس تطوير الواقع الاقتصادي مع دول الجوار ومنها إيران من شأنه أن يعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة على الوضع العام في العراق؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني مصطفى البزرقان. تسعى إيران باستخدام أذرعها إلى إحكام السيطرة على العراق وجعله حديقة خلفية لها تنفذ إلى سوريا ولبنان. أقوى أدوات الربط بين العراق وإيران هي تكثيف الطرقات وربط البلدين بشبكة مواصلات كبيرة تؤمن وصول الإمدادات اللوجستية إلى ميليشياتها في العراق. المشروع الأهم في هذه الناحية هو خط السكك الحديدية التي تربط ميناء الخميني في إيران بميناء اللاذقية في سوريا مروراً بالعراق، كما أن ثقل النشاط الاقتصادي لهذا الخط الحديدي هو بين مدينتي الشلامشة الأحوازية والبصرة العراقية. تقرير لصحيفة كيهان الإيرانية يؤكد أن الجزء الأكبر من مشاريع السكك الحديدية في إيران يقع بأيدي شركات الحرس الثوري للإعمار سواء داخل إيران أو خارجها. ويبين التقرير أن اتصال إيران بسوريا مروراً بالعراق عن طريق السكك الحديدية سيسهل نقل القوات والأسلحة الإيرانية وبالتالي زيادة نفوذ الحرس الثوري في المنطقة العربية. تأكيداً لما ذكرته صحيفة كيهان، يقول وزير النقل السابق في العراق عامر عبد الجبار إن هذا الخط الحديدي سيكون كارثياً على العراق ويجعله محطة لنقل الممنوعات الإيرانية إلى سوريا، علاوة على أنه يضعف مكانة النقل والمواصلات التي يتمتع بها العراق وسط المنطقة. ورغم المحاذير من خطورة هذا الخط الحديدي، يمضي الحكام في العراق إلى الموافقة عليه دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة العراق وشعبه، وفوق ذلك بدون مبالاة بنتائجه السلبية من ناحية الحصار الأمريكي على إيران الذي يمتد إلى أي دولة تجعل أراضيها ممرا للتوسع الإيراني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في اتفاقية الربط السككي مع دول الجوار خاصة إيران ومخاطر هذا الربط على الاقتصاد العراقي عموما وخاصة الموانئ البحرية. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا من العاصمة البريطانية لندن الدكتور مصطفى البزرقان الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات وبحوث الطاقة في لندن. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. يسمعون الضيوف؟ أنا مدى أسمعهم؟ مرحبا. مرحبا. لو بدأنا مع دكتور مصطفى البزرقان في لندن، أولا أهلا وسهلا بك معنا للمرة الأولى دكتور مصطفى. شكرا لكم، بارك الله بكم. هذه الاتفاقية اتفاقية الربط السككي مع إيران التي أعلن عنها رئيس الحكومة في العراق الكاظمي، من وجهة نظر اقتصادية هل ثمة ضرورة اقتصادية أملتها وحتمتها الآن في هذا الظرف الذي يعاني منه العراق وفيه الكثير من المشاكل؟ هل ثمة ضرورة اقتصادية لذلك سرع إلى إبرام هذه الاتفاقية مع إيران؟ بالتأكيد لو أخذنا بالاعتبار الوضع الاقتصادي العراقي الذي يعاني من فساد كبير، نعم، تسبب في فقدان العراق لأكثر من تريليون و400 مليار دولار من موارد النفط. هذا الوضع الاقتصادي الصعب، البطالة مرتفعة، الميزانية
5 أو 56% من الميزانية هو عجز، لا يمكن لأي دولة لديها ميزانية بهذا العجز، تم تغطية العجز من خلال ديون أو قروض خارجية وداخلية. هذا الوضع قد يثير هذه الاعتراضات على هذا المشروع. المشروع بصورة عامة، أي مشروع اقتصادي هو قد يكون لصالح الطرفين أو عدة الأطراف الذين يشتركون بها، ولكن المشكلة هنا هو الأصابع تتجه إلى اتهام إيران بمصالحها، وهذا أي دولة تدافع عن مصالحها. المشكلة أين؟ المشكلة بالسلطات العراقية، ليست هناك ثقة بالمسؤول العراقي أنه يدافع عن مصلحة العراق، مصلحة العراقي، الشعب العراقي. هذه النقطة، ولذلك سواء مع إيران أو أي دولة أخرى، إن لم يكن هناك من يتحدث باسم المسؤول العراقي ويتحدث باسم العراقيين ومصالحهم، لن تتم مصلحة العراق من خلال أي مشروع كان، ليس هذا المشروع فقط. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا أتفاجأ هذه الضجة الكبيرة. لماذا؟ الاقتصاد العراقي هو أصبح جزء من الاقتصاد الإيراني. يعني إيران الشريك الثاني التجاري لها بعد الصين هو العراق. إيران تصدر بين 10 إلى 12 مليار دولار إلى العراق. الصناعة العراقية قتلت، الزراعة العراقية قتلت من أجل ترويج الصناعة والزراعة الإيرانية. فلماذا هذه الضجة؟ هذه الضجة قد تكون ضجة ليست في مكانها. لماذا؟ لأنه لابد من الانتباه إلى أمور أخرى. يعني عملية ضخ الدولارات من مزاد مصرف المركزي العراقي لسنوات طويلة، هذه دعمت الاقتصاد الإيراني تحت طائلة العقوبات. هذه جميعها لابد أن تأخذ بالاعتبار. أما يتم محاسبة الفاسدين وجعلهم عبرة لمن تسول لنفسه في المستقبل، أو دائما الفاسد يهرب بجريمته. وهناك نقطة دعني أوضحها رجاء. تفضل. المسؤول العراقي يستلم الوزارة، يكون هناك مصالحه ومصالح الجهة التي يمثلها وليست مصلحة العراق، ثم حينما يخرج من الوزارة يتوجه إلى البرلمان ويبدأ بانتقاد الوزارة. لماذا؟ لأنه يضع على عاتقه أو يضع في أمله سيعود إلى تبوء منصب. هذه دائرة مغلقة سيئة جدا من الفساد والفرهود. هذه الكلمة العراقية العامية، وشكرا. أشكرك دكتور عبد الحميد العاني. برغم هذا السخط الشعبي الكبير على النظام في العراق وسياساته العامة، ومنها طبعا السياسات الاقتصادية، لكنه في كل مرة قوى السلطة وهذا النظام يقدمان على إجراء جديد مضر ومستفز شعبيا. كان قبل يعني أسابيع خفض قيمة الدينار أمام الدولار، أدى إلى انخفاض مدخرات الناس وخاصة من الموظفين، وأيضا ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العراق. والآن هذا الربط السككي الذي يتحدث الخبراء بالإجماع أن له أضرار اقتصادية وأيضا أضرار على موانئ العراق، لماذا هذه القرارات الاستفزازية من قبل كل الحكومات من 2003 إلى اليوم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي الضيوف الكرام. أهلا. وجميع المشاهدين، نحن نتحدث عن ملف من ضمن عشرات الملفات، بل ربما لا نبالغ إن قلنا مئات الملفات المفروضة على العراق، ملفات لا علاقة لمصلحة البلد، لمصلحة العراق والعراقيين بها، ملفات فرضت من الخارج ضمن مشاريع خارجية، مشاريع احتلال. هذا الملف وغيره حينما ننتقده أو نناقشه اليوم، نحن نناقشه ضمن منظومة احتلال مفروضة على العراق. هذه المنظومة، منظومة الاحتلال بالتعاون بين أمريكا وإيران التي تسيطر على جميع مفاصل الدولة العراقية اقتصادية وسياسية وغيرها، لذلك يظهر مثل هذا الأمر. ومن هنا إذا عرفنا هذا الأمر فيكون الجواب واضحا جدا أنه استفزاز أو غير استفزاز. الأدوات الموجودون في سلطة الحكم اليوم في العراق، دائما نقول هم مجرد أدوات تنفذ هذه المشاريع، ولا تبالي، لا تنظر ابعد من أنفها، لا تنظر إلى مستقبل، لا مستقبل سياسي ولا اقتصادي ولا له علاقة بالوطني وبالعراقي كأجمع، بل هي مجرد أدوات تنفذ هذه المشاريع المفروضة. نعم، هي بمآلاتها استفزاز للشعب العراقي،
وهذا الاستفزاز سينتج عنه كما نتج سابقا انفجار لهذا الشعب ضد هؤلاء، لكنهم لا يدركون حجم الخطر الذي يضعون أنفسهم فيه، وقبل ذلك يضعون العراق في سلة هذا الخطر. كما أشار الدكتور مصطفى قبل قليل، هذا الملف خاصة هذا الموضوع الذي نناقشه اليوم، هذه الجزئية هي لا علاقة لها بمصلحة البلد، بل هي تصب بالدرجة الأساس في مصلحة إيران. أما المصلحة العراقية منعدمة جدا، ربما مصلحة اقتصادية لأصحاب السلطة، قد لأنه ليس قد بالتأكيد سيكون هذا أحد أيضا موارد الفساد لهؤلاء المتسلطين على رقاب الشعب العراقي. نعم، طالما ذكرت الفوائد الاقتصادية للعراقي أو إيران، دكتور رافع الفلاحي، السلطة والحكومة الحقيقة تتحدث عن عوائد سياسية واقتصادية جمة من هذا الربط مع دول الجوار وخاصة مع إيران. باعتقادك هل ثمت فعلا عوائد سياسية واقتصادية ستعود على العراق كما تقول السلطة؟ قوى السلطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. بداية، هو الأصل في كل ذلك أنه هناك سياسات وطنية هي التي تراعي مصالح الوطن والشعب أولا وأخيرا، لا مصالح الحزب الفلاني والحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية. وهذه الحقيقة هذه موجودة في كل الدول التي تحترم شعوبها وتحترم أنظمتها وتحترم قوانينها، والدولة وطنية ولديها استقلال وسيادة. نحن في العراق نفتقد إلى ذلك، ذلك سياساتنا هوجاء غير وطنية مرتبطة بجماعات ومرتبطة بأحزاب ومرتبطة بدول خارجية وقوى خارجية. الأصل في كل ذلك أنت تنظر إلى بلدك وترى إمكانيات بلدك الاقتصادية والسياسية، وبالذات عندما نتحدث عن الاقتصادية ونتحدث عن العراق. العراق بعد عام 2003 لحد الآن بلد مستورد، بلد اقتصاده راعي يعتمد على النفط، تأتي الأموال وتذهب إلى خانة الفساد ومشترياتهم ومبيعاتهم وسرقاتهم، والشعب في حال يعني يرثى لها. الأصل في ذلك حولوا العراق إلى بلد مستهلك، لا صناعة ولا زراعة ولا تجارة، لا شيء في العراق. فنحن نعتمد على استيراد كل شيء، من حبة الدواء الصغيرة إلى أكبر شيء نستوردها كلها جميعا. عندما تراجع ميزان يعني التجاري في العراق وتقرأ الدول ومين نستورد وشنو حجم التبادل التجاري، ستجد إيران استحوذت على كل التجارة العراقية، السوق العراقية يعني تجد السوق العراقية مملوكة لإيران، وحقيقة وضائع الإيرانية كلها صرفت في العراق، خاصة خلال هذه السنوات التي يعني تم معاقبة إيران فيها من قبل أمريكا وبعض الدول. وبالتالي اعتمدت على العراق في أن يكون سوقا لبضائعها. عندما تنظر إلى قضية موانع العراق، كل دولة من دول العالم ربما تعتبر فقيرة، ربما تعتبر تعاني من نقص كبير جيوستراتيجي عندما تكون يعني ليس لها إطلالة على البحر. نحن لدينا إطلالة على البحر، على البحر يعني على شط العرب وبالتالي على الخليج العربي، ولدينا ميناء أم قصر، ميناء كبير، ولدينا موانع أخرى. وقالوا أنه يعني من المعلومات اللي من 2010 لحد اليوم نسمع بها، ميناء الفاو الكبير هذا الذي يعني سينجزونه، وما دمنا على ذكره يعني آخر خبر عنه أنه سيتم إنجازه عام 2038، بدأ عام 2010 ويقولون سينتهي هذا الميناء من الإنجاز عام 2038. يعني سيستغرق 28 سنة في البناء. هذا ميناء ما أعرف يعني ما أعرف شنو هذا. المهم، ففي كل الأحوال أنت يعني تحتاج إلى هذه الموانئ، لأنه النقل البحري نقل أيسر، نقل أرخص، نقل ربما أكثر يعني اتساعا. هذه السفن البحرية تحمل لك كل شيء، وأنت عندك إطلالة وعندك موانئ، أنت لا غير مضطر أن تدفع أرضية، غير مضطر أن تدفع ضرائب، غير كثير من من المبالغ الكبيرة غير مضطر أن تدفعها، ولا يستطيع أحد أن يحاصرك لأن أنت عندك موانئك وعندك استيراداتك المعينة، يعني معينة، وأنت في الأصل لديك استيرادات
متنوعة، الأصل فيها أن تنوع استيرادتك وتنوع طرق إيصال هذه أو طرق مشاريع النقل العابر. نعم، مشاريع النقل العابر مثل ما تتحدث أنت، السكك الحديدية واحدة منها، نحن نحتاجها، كل بلد يحتاجها، لكن بشرط هناك أسئلة معينة تطرح عندما تطرح هذه المشاريع النقل العابر. يعني لماذا ننشئ هذه السكك الحديدية؟ متى؟ كيف؟ لماذا؟ لمن؟ هذه كل الأسئلة تطرح، وبالتالي نضعها في النصاب ونحللها يعني جزئية ونصل إلى نتيجة، هل نحتاج إلى هذه السكك الحديدية أم لا نحتاجها؟ في هذه الحالة نحن ننشئ هذه السكك الحديدية، وهم يقولون عن طريق البصرة 32 كيلومتر تذهب إلى 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 إيران، ننشئها خدمة لإيران وموتا مؤكدا للموانئ العراقية، إنهاء الموانئ العراقية، لأن كل بضاعنا ستأتي بالتشاور مع ومثل ما قال الدكتور البزرقان، قال هؤلاء ليس لهم يعني ليس للشعب ثقة بهم، ما موجود الثقة بهم. دكتور، هذه نقطة مهمة، أشكرك. هذه نقطة مهمة، شكرا. خلينا نحيلها أيضا الدكتور مصطفى البزرقان. أشكرك دكتور. دكتور مصطفى، الخبراء تقريبا شبه إجماع، الخبراء الاقتصاديين خاصة العراقيين، يجزمون أن هذا الربط السككي مع إيران ومع بقية دول الجوار الحقيقة سيضرب اقتصاد العراق، وسيضرب الحقيقة مشروع الميناء الفاو الكبير وحتى ميناء قصر، ويحرم من السفن التجارية الآسيوية. ممكن شرح أكثر لهذه النقطة؟ طبعا هناك آراء مختلفة. أنا مع الرأي أنه أي مشروع تجاري، مشروع سككي، موانئ في أي بلد من العالم مشروع مفيد. يعني لو نعود إلى تاريخ السكك الحديدية في العراق، اليوم العراق هناك شبكة سكك حديدية يعني تقارب طولها 3000 كيلومتر. نعم. ما يعمل منها هو بين بغداد والبصرة وبغداد والفلوجة فقط، هناك 7 خطوط متوقفة. هذه عملية لو هناك فعلا سلطة عراقية لها ولاء للعراق لتمت إنشاء وإعادة الروح لهذا المشروع. السكك الحديدية مهمة، دعني أوضح نقطة. أنا أتساءل لماذا دائما نؤكد على أنه هذه شبكة السكك الحديدية هي تضر بالموانئ العراقية. شبكة السكك الحديدية لنقل بالعراق تجارة مع تركيا وثم إلى أوروبا تختلف عن طرق الموانئ البحرية. هناك بضائع ممكن أنه يعني تنقل من خلال السكك الحديدية، وهناك بضائع من خلال الموانئ البحرية. هناك وجهات مختلفة، ولكن النقطة الأساسية وهي أنه ليس في العراق سلطة تدافع عن مصالح العراق. لماذا؟ حتى مع إيران لنجلس سوية والند بالند، وليس هو يعني تقبل كل فرض من الجانب الإيراني وحتى الجانب التركي أو أي دولة أخرى. لابد أن يكون هناك من يحافظ على المسؤولية تجاه العراق وولائه للعراق، وبالتالي فرض شروط. هناك شروط، هناك لابد من مباحثات سواء حتى مع مثل شنو إيران ممكن الشروط؟ حتى مع دكتور تركيا. دكتور نعم. مصطفى، مثل شنو الشروط اللي أشرت إلها التي يعني يمكن للعراق أن يفرضها؟ النقطة الأولى وهي مصلحة العراق. عزيزي، وإذا تسمح لي فضل. ليس هناك من يدافع عن العراق، هناك من يدافع عن المصالح الاقتصادية والمصالح المالية له شخصيا وللمجموعة التي يمثلها، سواء حزبا سياسيا، مجموعة سياسية. ليس هناك من يدافع عن حق العراق، ولذلك الآخر، أنت لا تعتب على الآخر، الشريك الآخر التجاري هو يدافع عن مصالحه. أين من يدافع عن مصالح العراق؟ ليس من الآن، منذ عام 2003 ونحن وبعدها بكثير دائما نسمع هناك من العراق سينتج 9 مليون برميل. أنا سمعته في مؤتمر في عام 2004 سينتج العراق 9 مليون. أين أصبحت؟ لماذا؟ لأنه من يتحدث هكذا هو يراعي مصالحه الشخصية والجهة الذي يمثلها. من هناك من يدافع عن مصلحة العراق مع إيران، مع تركيا، مع أي شريك تجاري آخر؟ لا، ليس هناك من. صحيح نسمع، والمثال العام يقول نعم. الكلام ما عليه ضريبة، فنسمعها ونسمعها. وكما قلت أكرر، المسؤول في الوزارة يسكت حينما يخرج ينتقد الوزارة. دكتور فضل. الحقيقة واحدة من الأسباب التي تقدمها أو التبريرات التي تقدمها الحكومة في العراق
لعملية الربط السككي مع الكويت ومع إيران هو أن الموانئ العراقية ليست بالعمق الكافي الذي يتحمل ناقلات النفط العملاقة، ولذلك هذا العمق متوفر في يعني في الرقعة المائية وسواحل أو المياه الإقليمية في الكويت وإيران، وبالتالي نحن مضطرون أن السفن العملاقة ترسو في هذه الموانئ ثم ننقل هذه البضائع المصدرة للعراق عن طريق السكك الحديدية. هذا التبرير حقيقي واقعي؟ أشكرك على هذا السؤال. لو نعود إلى الخطوات الأولى لإنشاء ميناء الفاو الكبير، العمق كان 19 مترا، نعم، تم تقليله إلى 14 مترا. هل هذه هي في مصلحة العراق؟ هل المسؤول الذي وقع على هذا الاتفاق يدافع عن مصالح العراق؟ لا، بالتأكيد. كما قلت، هو ليس الولاء للعراق. مشكلتنا الآن من في السلطة لم يكن ولاء للعراق ولن يكون ولاء للعراق. حينما يكون ولاء للعراق يكون مصلحة العراق. ميناء الفاو الكبير المفروض أنه يتم إنشائه خلال 8 سنوات. لماذا إلى عام 2030 إن تحقق هذا المشروع؟ وشهدنا العراق يشهد، يعني دعني أوضح نقطة، هناك يعني موثقة 1200 مشروع في العراق تم حتى تخصيص واستلموا المبالغ، وليس هناك أي مشروع على الأرض. هذه هي المشكلة. مشكلة العراقي ليس بالشريك التجاري وليس بفائدة المشاريع، ولكن من هو يدافع عن حقوق العراقيين. نعم، أشكر دكتور عبد الحميد العاني. الحقيقة هناك رفض عام لهذا الربط السككي مع إيران. يوم أمس كانت هناك تظاهرة أيضا في البصرة باعتبارها أن المحافظة المتضرر الأكبر من هذا الربط، خاصة للعاملين في الموانئ هناك. الكل يطالب بإيقاف هذه الاتفاقية لأنها مضرة بالعراق اقتصاديا واجتماعيا. هل تعتقد أن هذه التظاهرات والرفض الشعبي ستصغي له الحكومة وتتراجع عن هذه الخطوة أو تعدلها بما يحقق فائدة للناس المتضررة في البصرة أو غير البصرة؟ نعم، يعني قبل الإجابة على هذا السؤال اسمح لي أنه نتحدث عن سبب هذه التظاهرات. نعم. التظاهرات هي ليست فقط ردة فعل لربما تأثر جزئي لبعض العاملين في الموانئ وقضية اقتصادية شخصية لشريحة معينة، بل حينما نستمع إلى هؤلاء المتظاهرين وأسباب تظاهراتهم ورفضهم في هالبصرة وفي غيرها، نجد بعدا واعيا لهؤلاء، وعيا كبيرا لدى شرائح الشعب العراقي حينما يتحدثون عن أضرار هذا المشروع اقتصاديا بتفاصيل كما تحدث وأشار إلى ذلك إشارات الدكتور مصطفى البزرقان. لكن حقيقة نستمع من الشعب العراقي من المتظاهرين دلالة، أرقام ويعني اعتراضات، كلام دقيق جدا يدلل على أن هنالك وعي. العراق كما أشار الأستاذ مصطفى أنه لو كان هنالك إرادة حقيقية لبناء البلد، هنالك أولويات لبناء الخط السكك الحديدي على سبيل المثال كجزئية، هنالك أولويات لبناء الاقتصاد العراقي، هنالك أولويات في عملية مثل هذا القرار أو غيره، لكن كل هذا غائب. ولذا هنا نحيي هؤلاء المتظاهرين في البصرة وفي غيرها، وهنا نقول أن مثل هذه التظاهرات وغيرها بالتأكيد ستؤتي أكلها. لماذا؟ لأنه دائما الكلمة الأولى والأخيرة للشعب. وقد رأينا وراء العراقيون أنفسهم وراء العالم كيف أن تظاهرات تشرين في بداياتها قد أجبرت أحزاب السلطة ومن وراءهم الاحتلالين الأمريكي والإيراني إلى تقديم، وإن كان هو في نظرهم نوع من المسرحية ومحاولة الخداع، لكن على الأقل اضطروا إلى الاستجابة الشكلية بإقالة حكومة عادل عبد المهدي وتحت ضغط أصوات المتظاهرين. نعم، هم يظنون أنها خطوة ترقيعية وتخديرية، لكنه نحن ندرك، الشعب العراقي أدرك، ثوار تشرين وهي غيرها أدرك الشباب أن كلمتهم لها دور ولها تأثير. لكن هم أيضا نسمع من هؤلاء المتظاهرين ومن غيرهم والقوى الوطنية المؤيدة لهذه التظاهرات والرافضة لهذه العملية كلها أنه لا بد أن تؤتي أكلها، حتى تؤتي أكلها هذه التظاهرات هذا الرفض الشعبي، من عدة أمور: الاستمرارية،
التصعيد، الثبات على المبادئ، عدم الرضوخ. أهم شيء أسمح لي في ثواني، عدم الرضوخ أو الركوع للحلول الترقيعية الجزئية، بل الإصرار على المطالب الكلية، لأننا نقول دائما أن هذا جزء من كل هذه منظومة الفساد الكبرى، العملية السياسية التي هي المظلة لكل عمليات الفساد وكل الملفات الأخرى التي أضرت بالعراق بحاضره ومستقبله. أشكرك. نتوقف مشاهدي الكرام عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا اليوم في طاولة حوار عن الربط السككي، اتفاقية الربط السككي مع إيران ومخاطرها الاقتصادية وتأثيراتها السلبية على الموانئ البحرية في العراق. بعد الفاصل نعود لإكمال النقاش، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في اتفاقية الربط السككي بين العراق وإيران ومخاطر هذا الربط على الاقتصاد العراقي وتأثيراته السلبية على الموانئ البحرية العراقية. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور مصطفى البزرقان. دكتور رافع الفلاحي، هناك من يقول أن الأصوات المعترضة على هذه الاتفاقية أو على هذا الربط السككي سواء مع إيران أو الكويت أو أي دولة أخرى إنما هي أصوات ومعارضة سلبية، لأنها تريد للعراق أن يبقى منغلقا معزولا عن محيطه الإقليمي وتفاعلات الاقتصادية التي تجري في الإقليم، ولا يريد أن يعطي أو يتمنى أي فرصة اقتصادية التطور، طبعا تطور العراق. هذه أصوات مرفوضة، اعتراضها هو الضرر على العراق واقتصاده. يعني لا أعرف لماذا يعني هذا كلام ربما يعني خائب وغريب عجيب، يعني إلا يعني هذا قال دكتور اسمع لي، هذا قال وزير النقل السابق ونائب في البرلمان، يعني مسؤول حكومي تشريعي وتنفيذي. نعم أعرف من قاله. إيه؟ قاله من كان يدعي أن السومريين لهم يعني مطارات، كانوا يطيرون بطائرات السومريين وكانت مطارات، يعني هذه قضية أخرى. عموما يعني هي مصالح العراق لا تتحقق إلا عندما نفعل خط سكة حديدية مع إيران. يعني العراق لا يكون منفتحا ولا يكون مغلقا إن لم نفعل هذه السكة الحديدية. الحقيقة هو المطلوب أن يحولون العراق إلى مجرد ممر لبضائع هذه الدول. هذه كل الحقيقة. العراق فاقد لسيادته واستقلاله ولقراره وإرادته، فبالتالي هذه الدول هي التي تتحكم، والسوق العراقية سوق مستوردة، فبالتالي إيران تريد أن تمد هذه السكك الحديدية وصولا إلى ضفاف البحر الأبيض المتوسط عبر العراق، ولا يهمها مصالح العراق. يعني مصالح العراق يدفع العراق عن بضائع في 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 الشحن الى الموانئ الايرانيه، في تفريغها بالموانئ الايرانيه، ارضيه، ضرائب، ما اعرف شنو، بالحدود يدفع ترانزيت عليها، وبالتالي كل هذه المبالغ يدفعها وهو لديه موانئ ممكن يشغلها بناس عراقيين، يشغل مئات الالاف من العراقيين ويكون عمقها جيد. يعني على ذكر الفاو اللي والدكتور البزرقان اشار لها، يعني مو فقط العمق، قالوا أنه كلفة هذا الميناء 3 مليارات، ارتفعت فيما بعد إلى 7 مليارات، وقالوا أنه خلال 5 سنوات ينجز، يعني كان مفروض 2015 ينجز، الآن وصلنا إلى 2038 ينجز. عموما
فبالتالي أنت تنظر إلى السياسات العامة. يعني قبل أيام كنت أقرأ عن السياسة النفطية في العراق، وإذا بي أجد أن العراق خسر السوق الأوروبية لكي يصدرها كمورد للنفط العراقي، السوق الأوروبية كلها. لماذا؟ لأن العراق لديه مصالح خاصة بتوجهات خاصة بفكر خاص مع الصين فقط والهند، فلذلك أكثر من 75% من صادرات النفطية إلى 80% إلى هذه الدول. السوق الأوروبية وجدت موردين آخرين، غدا إذا ما اضطرت الصين أو الهند إلى تخفيض استيراداتها من النفط العراقي، لن يجد النفط العراقي سوقا أخرى، لأنه ستكون هذه السوق الأوروبية وغيرها متعاقدة مع دول أخرى. هذا ما نقصد. السياسات الوطنية تنوع في استيراداتها، تنوع في وارداتها، تنوع في طرق مواصلاتها. نعم نحن نحتاج إلى السكك الحديدية، لكن نحتاجها لوين ونحتاجها لماذا وشنو كلفتها؟ بالتالي احنا اي مشروع نحسب ايش قد كلفته وايش قد يعود علينا بالفائدة. هكذا تحسب الامور، ليس يعني عشوائيا هكذا نفعل السكة الحديدية وخلاص، والعراق ويعني لعيون ايران ولعيون فلان دولة وفلان دولة، وبالتالي نخسر كل امكانياتنا. هذا الاصل في كل ما يحدث الان. فالذين يشجعون على هذه مدفوعة ويريدون مصالح معينة. نعم. أما الذين يعترضون عليها بطرق وطنية وبطرق عقلانية ومنطقية، فهؤلاء لديهم أسبابهم وأسباب حقيقية. العراق لو كان دولة مستقلة فعلا ولديه نظام وطني ويعرف كيف ينجز هذه المشاريع ولماذا، ما كان الناس اعترضت ولا كان يعني جلسنا في هذه الكسر نناقش هذه القضية بهذه الطريقة. نعم. دكتور مصطفى البزرقان، أيضا هناك من يقول أنه أليس تطوير الواقع الاقتصادي مع دول الجوار ومنها إيران من شأنه أن يعود بالفائدة الكبيرة على الوضع في العراق، وأنه لا يجب إسقاط ما هو سياسي على ما هو اقتصادي. إيران جار للعراق وشريك تجاري واقتصادي مهم جدا، لا بد من التفاعل معه، السياسة فلنحها جانبا. ما رأيك بهذا الكلام؟ طبعا هذا الكلام قد يكون واقعيا لو توفرت هناك سياسات وطنية في العراق، توفرت كفاءات وخبرات عراقية سياسية واقتصادية وإدارية لحماية المصالح العراقية قد يصح ذلك. ولكن دعني أوضح نقطة أساسية، وهي أنه الإرادة العراقية مفقودة، الولاء للعراق مفقود، الولاء هي للمصالح الشخصية ومصالح المجموعات. ولذلك قد يتساءل، لو كانت الظروف مختلفة، لو كان هناك توجه آخر لإيران تجاه العراق، لشهدنا أن هناك لابد أن تكون هناك اتفاقات وستحصل في السنوات القادمة. لماذا؟ لأن دعني أوضح نقطة، أنه العراق هو مركز ثقل، العراق مركز ثقل جيوسياسي، مركز ثقل اقتصادي، حتى موقعه في وسط عقدة من الخطوط المواصلات والاتصالات. ولكن النقطة الأساسية وهي عدم وجود الولاء للعراق، وسأكررها لعشرات المرات. لماذا؟ لأنه لو الظروف طبيعية وهناك من يحافظ على مصلحة العراق، هناك لا ننسى وقد يتفاجئ المشاهد، هناك ما يطلق عليه طريق الحرير، الحزام والطريق، هذا مشروع صيني من الصين إلى آسيا إلى أفريقيا وحتى يتجه إلى شمال، يعني شمال شرق أوروبا. هذا الصين أنفقت عليه أكثر من 432 مليار خلال 6 سنوات الماضية، ومستعدة تنفق نفس هذا المبلغ. العراق ممكن أن يكون جزء من هذا الطريق، ولكن ليست هناك من يدافع عن مصالح العراق. حينما تمد الصين هكذا مشاريع، بالتأكيد تجلس الند بالند مع الطرف الآخر، سواء إيران سواء العراق الباكستان. الصين قبل أيام تمد خط لأنترنت خاص بالصين من الصين إلى الشرق الأوسط وإلى أفريقيا وإلى شمال أوروبا. لماذا؟ لأنه لديها أهداف ولديها ما يمكن أن يتحقق. العبرة وهي هل وجود في السلطة وهل وجود المسؤول الذي يدافع عن مصالح العراق، هذه هي النقطة الأساسية. في قضية السلطة ومن يحافظ على العراق ويحرص عليه، دكتور عبد الحميد العاني، الحقيقة وزير النقل السابق عامر عبد الجبار تحدث أنه إيران تريد مد هذا الخط من السكك الحديدية
الحقيقة لنقل ممنوعاتها، سماها هكذا ممنوعاتها، يقصد يعني عسكري وأمني، أكثر من نقل بضائعها تريد نقلها إلى سوريا عبر العراق، لأن العراق الحقيقة طبعا لديهم سكة حديد إيران مع تركيا، لكن هي تحرص على قضية العراق لأن العراق الدولة الأضعف أمنيا وجمركيا، وتحدث أن المنافذ الجمركية في العراق بيد إيران، هذه خطورة كبيرة على العراق دولة ومجتمع. قوى السلطة تعي هذه الخطورة، هذا اللعب بالنار الذي تقوم به إيران في وسط هذه المنطقة المشتعلة والملتهبة. يعني الوعي بهذه الجزئية يفترض أو يكون يتحقق لمن لديه وعي سياسي بمصلحة البلد ككل، وهذا يستلزم أن يكون هنالك استقلال، وهو ما هو غير موجود، مفقود في السلطة الموجودة الآن في العراقي. أما لأنه كما قلنا وأشار أيضا الأستاذ مصطفى والدكتور رافع، القضية قضية أنه ملف مفروض على العراق كغيره من الملفات الأخرى. أما هذه الجزئية التي أشار لها الوزير فهي كلام حق، وهي جزء أيضا من مشاكل أخرى. هذا المشروع هو مشروع لمصلحة إيران بالدرجة الأساس، لا مصلحة للعراق في ذلك، لأنه سيكون فقط ممر لهذه الممنوعات التي أشار لها من تجهيز عسكري وتحقيق ما يسمى بمشروعهم في الشرق الأوسط كله، مشروع الإيراني الفائل في المنطقة، ومن جانب آخر تهريب الممنوعات وجعل العراق ممرا لهذه، فضلا عن البضائع الاقتصادية التي لن يكون للعراق فيها فائدة تذكر قياسا إلى تكلفة هذا المشروع. المشاريع لو كانت مثل ما ذكر الأستاذ مصطفى، لو كان هنالك إرادة حقيقية، فالمشاريع نعم ممكن أنه تدرس على أساس اقتصادي وفق مصلحة البلدين بل المنطقة كلها، والعراق كمنطقة استراتيجية يعني كبلد استراتيجي في المنطقة، كان بالإمكان أنه وضع مشاريع اقتصادية. على سبيل المثال يعني ما تحدث فيه السكك الحديدية، هنالك كثير من المشاريع الاقتصادية، السكك الحديدية يعني، بحاجة لها العراق لكنها تغيب. وعلى سبيل المثال ماذا أشار له الدكتور مصطفى قبل قليل، اللي هي السكك الحديد التي هي خادمة للعراق، الخطوط الموجودة الآن التي هي خارج الخدمة، أليس الأولى أن يكون هنالك تأمين لها؟ بل أيضا أليس الأولى من هذه المصاريف والمبالغ المليارات التي ستصرف من العراقي لمشروع يخدم إيران، أليس الأولى هو تقديم ما يحتاجه الشعب العراقي من كهرباء، من صحة مفقودة، من لقمة عيش التي نرى الآن كثير أو أكثر من 40% الآن الشعب العراقي الآن تحت خط الفقر. لذلك نحن نتحدث عن وعي، نعم، وعي سياسي وليس وعي في هذه الجزئية، وعي بأن العراق بحاجة إلى من يصرفه بما يحقق مصلحة العراقي وشعبه. أشكرك دكتور مصطفى. إذا بلغة أرقام اقتصادية، لو تم هذا الربط السككي بين إيران والعراق والكويت، والبضائع القادمة إلى العراق أفرغت في موانئ الكويت وإيران ونقلت عن طريق السكك الحديدية، مدى التأثر أو التأثيرات السلبية بالأرقام إذا سمحت من وجهة نظر اقتصادية على موانئ العراق كيف ستتأثر؟ بمعنى أن موانئ العراق تستقبل 70% من بضائع العراق الآن، لو تم هذا الربط ستنخفض إلى 10 أو 20% أرقام، وإذا كان عندك دكتور. إذا تسمح لي طبعا ثلاثة نقاط مهمة. أولا، نعم، نعم، هناك في شتى دول العالم جنوب شرق آسيا هناك موانئ متنافسة، ولكن بالتأكيد حينما يتم هناك تنسيق بين هذه الموانئ، تنسيق بين البضائع التي تصلها، تنسيق بين الجهات المستوردة أو المصدرة، هذه نقطة أساسية يكون هناك. يعني على سبيل المثال كم ميناء هناك في تابع للإمارات على الخليج العربي، هناك أكثر من 7 موانئ كبيرة، ولكن هنا النقطة الأساسية وهي التنسيق. ليس هناك تنسيق، لماذا؟ حينما يجلس، لماذا تعتقد دكتور مصطفى، اسمع لي، لماذا تفترض أو تعتقد أن ليس هناك تنسيقا بين العراق وبين إيران، بين الحكومة في العراق وبين إيران؟
اللي أقصده هو التنسيق لمصالح المجتمعين، مصالح الند لبنان. لو سمحتي أكمل. تفضل. لو يجلس المسؤول الكويتي والمسؤول الإيراني والمسؤول العراقي، نرى أنه المصالح الكويتية تفرض نفسها، لماذا؟ والمصالح الإيرانية كذلك، لماذا؟ لأنه يمثلون بلدهم. لا، لم أشاهد من العام 2003 أي اتفاقية هي في مصلحة العراق ككل، رغم الندية اللي موجودة. ولذلك أنا دائما أطلق عليها سلطة فساد وفرهود. لماذا؟ هذا الفساد المستشري، لم نشهد أي محاكمة لفاسد من أجل أنه يكون عبرة للآخرين. كيف يخاف الفاسد من عدم وجود من يؤشر عليه؟ سمعنا وسمعنا وعود وعود، ليست من هذه الحكومة فقط، الحكومات السابقة سنحاول، ولكن لا يمكن للفاسد أن يحاسب. لماذا؟ لأنه لا داعي أنه نذكر لماذا. ولذلك نرى أنه أما يغادر العراق أو يخرج من المنصب ويتوجه كجزء من مجلس النواب، يكون هناك عضو في مجلس النواب، وبالتالي يعود لتبوء المنصب، وهذه الدائرة لا بد من كسرها. أتمنى في الانتخابات القادمة مجلس النواب يمثل فعلا العراق، يمثل مصلحة العراق، وسنرى النتيجة وهي إيجابية، ولكن لحد اليوم ليس هناك نتائج إيجابية. الحقيقة دكتور، يعني مجلس النواب في عام 2018 كان يعني من صوت له حوالي 17% من الناس، وهناك من يتوقع في الانتخابات القادمة ربما نسبة التصويت ما تتجاوز 10%. أشكرك دكتور رافع الفلاحي. هل تعتقد أن قوى السلطة ستمضي بهذا الربط السككي مع إيران على الرغم من كل هذه الاعتراضات الشعبية، على الرغم من كل هذه المحاذير الاقتصادية، الأضرار ومخاطر أمنية أيضا، أنه إيران كما يقول وزير النقل عامر عبد الجبار أن إيران ستستخدم هذا النقل الناقل أو السكة الحديدية لنقل ممنوعاتها، يقصد عسكريا وأمنيا وميليشيات إلى لبنان وسوريا وما إلى ذلك، والسلطة ستصم أذنيها وتمضي بهذا الاتجاه؟ نعم أستاذ ماجد، أنا أتوقع أن يحدث هذا وأكثر. يعني عندما لا تكون السلطة وطنية قرارها ليس من عندياتها، ولا يعني لا يراعي مصلحة الشعب، وقرارها غير وطني، قرارها يأتي وتعيين الحكومات يأتي من طهران، فما بالك بالقرارات التي تخدم اقتصاد إيران وسياسة إيران وتوجهات إيران والمشروع الإيراني. فبالتالي القرار ليس من عندهم، هم مو أصحاب قرار، هم مجرد يعني نواطير ليس أكثر، حراس لهذا المشروع يعني ليس أكثر، ويستفادون طبعاً، ياخذون اموال من خلال هذه المهنه، مهنه النواطير على هذا المشروع. بالتالي هم ليسوا اصحاب المشروع الحقيقه، ايران هي صاحبه المشروع. نحن يعني عندما تحدثني الحكومه كلها لا هي ولا تتحدث عن هذا الموضوع، خرجت الشركه العامه لسكك حديد العراق وقالت انه يعني الحديث يجري عن اتفاقيه مع الكويت للربط السككي، هذه غير موجوده. لكن فيما يخص إيران هناك مذكرة تفاهم، يعني هم حتى في هذه القرارات طائفية وانتماءات غريبة عجيبة في تفسير هذه القرارات، وفي تفسير السياسة الاقتصادية كلها مملوكة لأطراف خارجية. العراق يعني من يخسر من أمواله أكثر من تريليون و400 مليار دولار، من سرقها؟ وين ذهبت هذه الأموال؟ نعم. ولمن؟ هذه المصانع الكبيرة التي فككت ونقلت خارج الحدود وين ذهبت؟ زراعة، لماذا عطلت في العراق الزراعة لتدخل لنا البضائع الإيرانية الآن؟ يعني الفلح، الفلاحين الذين يزرعون الطماطة يخرجون بتظاهرات لكي يمنعوا الطماطة الإيرانية من الدخول إلى العراق، الطماطة والرقي والبطيخ، هذه كلها منتجات العراقية انتهت لأن هناك بضائع إيرانية يجب أن تدخل. فبالتالي أنت قرارك مو بيدك. أشكرك. والقرار ليس بيد هذه الحكومة، لأن هذه حكومة عميلة وتابعة. نعم. أشكرك دكتور مصطفى البزرقان. وياك دقيقتين حتى نختم مع دكتور عبد الحميد العانم. يعني من منظور اقتصادي، ما هو المطلوب تحقيقه حتى يكون هذا الربط السككي مع إيران أو مع الكويت ذا جدوى اقتصادية حقيقية تعود على الاقتصاد العراقي؟ عزيز، ذكرت أنت في حديثك أنه التظاهرات التي خرجت في البصرة والشباب العراقي يقدم بالأرقام. طيب،
الحكومة العراقية تقول أن هناك مذكرة تفاهم، هل هناك قامت دراسات جدوى؟ هل هناك من يوثق هذا الاندفاع السريع لإقامة هذا المشروع؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، هل هناك من يضع في أولوياته مصلحة العراق؟ بالتأكيد هناك نقاط أساسية، هناك نقاط لا يمكن نقاشها، هذه مصلحة العراق بصورة مبدئية، هناك نقاط ممكن التفاهم عليها وتغييرها، هل هذه متوفرة؟ النقطة الثالثة والمهمة، هل هو هذه ليس هذا المشروع فقط، أنا أتفاجأ هناك مشروعات أخرى مررت ولم يكن هناك اعتراض عليها، ليس من السلطة فقط ولكن حتى من تمثله السلطة من مصالح شخصية. هذه هي النقطة، حينما تتوفر هناك دراسات. دعني أوضح نقطة، أنه السياسات الاقتصادية هي تعتمد على خبرات وكفاءات، أين هي الخبرات والكفاءات العراقية؟ هل هي كافة موجودة في السلطة وفي الوزارات؟ لا، بالتأكيد هناك من حيده، هناك من أزيحه. لماذا؟ لأنه قد ينشدون مصلحة العراق، واليوم هي مصلحة العراق هي مصلحة مغيبة. وشكرا دكتور. أشكرك دكتور. دكتور عبد الحميد العاني، في النهاية هل ستبقى المراهنة على القوى الشعبية سواء تظاهرات وغيرها من الفعاليات للتصدي لهذه الخطوة، خطوة الربط السككي مع إيران مع أضراره الاقتصادية على العراق؟ بل المعول على الشعب العراقي في كل، بعد الله سبحانه وتعالى بالتأكيد، في كل الملفات، في إزالة كل ملفات الفساد، في إزالة كل الأسباب التي أدت إلى هذا الملف وغيره من الملفات. لأنه أنا أقول دائما نحن لا يجب أن لا ننظر إلى هذا كجزئية، هذا الملف كجزئية في ظل رخاء أو في ظل دولتين قدمت للعراقيين ما يحتاجونه. الشعب العراقي كلمته يجب أنه تكون عالية لرفض الأسس التي أدت إلى هذه الأمور، إلى الذين تسببوا في هدر دماء الشعب العراقي، إلى الذين تسببوا في هدر اقتصاد الشعب العراقي، إلى الذين تسببوا في تسليم مقاليد العراق ككل ليد الأجنبي، ورهنوا قرار العراقي، قرار العراقيين بكل ملفاته السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، رهنوها بأوامر الأجنبي وجعلوه ضمن نقطة ضمن مشروع فرضه الاحتلال الأمريكي والإيران. ونحن اليوم نمر في ذكرى الغزو 18 ولا يزال العراق يسير إلى الهاوية. نسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن الجميع. أشكرك دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وأيضا الضيفين الكريمين دكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وضيفنا من لندن دكتور مصطفى البزرقان الخبير الاقتصادي ورئيس مركز دراسات وبحوث الطاقة في لندن، كانوا كلهم معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا أيضا للمشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.